واحنا بنتكلم على الذاكره الفنيه المصريه الحقيقه مليانه بقامات فنيه كبيره جدا، كل واحد ليه طريقته، كل واحد ليه لونه في انه يوصل الرساله المفروض ان هو يوصلها من خلال فنه. من ضمن هذه او من ضمن الفنانين دول الفنان هشام سليم، هو واحد من اهم النجوم اللي سابوا بصمه واضحه في الفن المصري. والفنان هشام سليم بدا مشواره الفني وهو صغير، ويمكن ده ساعده على انه يكتسب خبرات كتير وانه يتنوع في الادوار اللي قدمها. عشان كده تميز الفنان هشام باسلوبه الهادي، شخصيته الفريده في التمثيل. يا محمد، حقيقه جمانة هشام سليم كان متميز انسانيا وفنيا، وده خلاه يحظى كده بحب الجمهور وتقدير كل زملائه في الوسط الفني. هشام سليم قدم أعمال كتيرة جدا على مدار مشواره الفني، بقى اسم من الأسماء اللي سابت علامة كبيرة في السينما أو الدراما التلفزيونية، وحتى كمان على خشبة المسرح. تعالوا نشوف مع حضراتكم محطات فنية في حياة الراحل القدير هشام سليم. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير هشام سليم الذي غادر عالمنا عن عمر ناهز 64 عاماً، تاركاً بصمة واضحة في عالم الفن سواء في الدراما أو السينما أو المسرح. وامتدت مسيرته الفنية لعقود، فبدأ بخطوات واثقة في سن مبكرة. ماما، انت بتطلعي سجارة من سجارة؟ نرفزتني. يعني السجاير بتروق أعصاب الواحد لما يكون متنرفز. السجاير ما فيهاش فايدة، دي عادة سيئة الواحد بيتعود عليها. قد كده لما الواحد يتعود عليها ما يقدرش يسيبها؟ عايز توصل لإيه بالظبط؟ ولا حاجة. كانت انطلاقته في السينما عام 1972 من خلال فيلم إمبراطورية ميم إلى جانب الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وكان عمره 14 عاماً. بعد ذلك عاد للوقوف أمامها مرة أخرى في فيلم أريد حلاً عام 1975 الذي ساهم في تعديل أحد قوانين الأحوال الشخصية. برزت موهبة هشام سليم في فيلمه الثالث عودة الابن الضال من إخراج يوسف شاهين الذي يعد من أبرز الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وشارك في هذا الفيلم مع نخبة من النجوم مثل محمود المليجي، شكري سرحان، ماجدة الرومي وهدى سلطان. أنت تزعلي إن أكون مبسوط؟ أنا؟ ده أنت لو طلبت عناية يديهم لك. أنا مش طالب غير إنك تقولي لأبويا، أنت على طول في صفي وبتساعديني عشان آخد اللي أنا عاوزه. أيوه بس دي مش لعبة ولا مصاصة عاوزها يا إبراهيم، ده كلام جد. طب خليكي معايا في الجد. لم تقتصر إبداعات هشام سليم على السينما فقط، بل تألق في العديد من الأعمال الدرامية التي حفرت في ذاكرة المشاهد المصري، ومن أبرز أعماله دوره الشهير عادل سليم البدري في أجزاء مسلسل ليالي الحلمية، بالإضافة إلى أدواره في مسلسلات أرابيسك، أهالينا، هوانم جاردن سيتي، وامرأة من زمن الحب. كما شارك في مسلسلات حديثة مثل ملك روحي، بين عالمين، وهجمة مرتدة الذي كان آخر أعماله قبل وفاته. خصوصاً الصندوق ده فيه أجهزة تصمت غالباً تخصهم، لقيناها في وشوش الكهرباء في السفارة بتاعتنا عندكم. يا ريت حضرتك توصلها لهم وتقول لهم يعني إن موضوع زي ده ممكن يحط حضرتك في موقف حرج معانا. إحنا خلاص خدنا منها اللي إحنا عايزينه ومش محتاجينها خالص. وعلى صعيد السينما قدم هشام سليم أكثر من 50 فيلماً قدم خلالها أدواراً متنوعة تعكس الواقع المصري، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم 45 يوم، حيث شارك البطولة مع الراحل عزت أبو عوف والفنانة غادة عبد الرازق. ومن أبرز الأفلام التي قدمها أيضاً أرض الأحلام، الأراجوز، وخيانة مشروعة، وأريد حلاً، وجمال عبد الناصر، حيث قدم دور المشير عبد الحكيم عامر. شفت فرحة الفلاحين يا جمال؟ قانون الإصلاح الزراعي ده من أهم إنجازاتنا. الإنجاز الحقيقي هو السد يا حكيم. السد هيخلي كل فلاح عنده أرض وبيته، وهتبقى الكهرباء في كل مصر. أيوة بس السد ده هيكلفنا كتير. عارف، بس السد هو ده الإنجاز الحقيقي لمصر. إحنا لازم نبني السد يا حكيم. وقد ولد هشام سليم في 27 من يناير عام 1958، وتخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان عام 1981، وحصل على دبلوم من الأكاديمية الملكية في لندن ودرس اللغة الفرنسية. وينحدر هشام سليم من عائلة فنية ورياضية،
فوالده هو أسطورة النادي الأهلي المايسترو صالح سليم، وشقيقه خالد سليم هو زوج الفنانة يسرى. وقد رحل هشام سليم عن عالمنا يوم الخميس 22 من سبتمبر عام 2022 بعد صراع مع المرض، تاركاً وراءه إرثاً فنياً سيظل خالداً في ذاكرة محبيه.